يقول السائل: أنا موظف في مدرسة وأقوم بعملي في هذه المدرسة في 8 أيام في الشهر. نعم. يقول: أنا موظف في مدرسة وأقوم بعملي في هذه المدرسة 8 أيام في الشهر حسب تقسيم المشرف، ما حكم هذا الراتب وجزاكم الله خيرا؟ أعيد السؤال. يقول: أنا موظف في مدرسة وأقوم بعملي في هذه المدرسة 8 أيام من الشهر حسب تقسيم المشرف، ما حكم هذا الراتب؟ حسب النظام، هذا حسب النظام، نظام المدرسة. إذا كان النظام يسمح بهذا التقسيم أو هذا التنظيم فلا بأس، أما إن كان النظام لا يسمح فلا يجوز لك. نعم.